السلام عليكم ورحمة الله، بخير وعلى خير. Voilà, je viens à travers cette vidéo, je ne sais pas si les choses vont continuer dans mes tergiversations habituelles. Donc c'est surtout par rapport à la vidéo Twin. J'évoque clairement mon avis sur l'état de santé du bâtard Bouteflika. Oui, j'ai dit, mais je n'ai aucune pitié pour ce traître. Je ne peux pas avoir une pitié pour quelqu'un qui n'a pas eu de pitié pour toute la nation algérienne. Et l'idée de justifier un petit peu ma position, parce que elle devrait être évidente. والله الدوري تاتر ايفيدونت بور توت الجيريان اللي مازال تاع باقي فيه شويه تاع البذره هكا تاع 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 ما كواش تنقول نخرج من فمي باسكو جو ما بيرسوا اترافير بون لا ايتي كوميم فو واحد براسك واحد 54 ولا 55000 فوا مي والله يا جماعه جيتي ايطوني اللي فريمون يعني وكأنه كي تهضر على بوتفليقة خربت له في امه الله يحفظ ويستر. هادو سي دوتر باطار كي ديفوند ان باطار باسكو جو ما بيرسوا ان فان كونت كو سيبو سريقة الخاين هذا الى فريمون ابرونلي لو تيسو سوسيال الجيريا en gros il l'a ébranlé yani il l'a déchiqueté ma bqach fi had le tissu social ma bqa fi li rahom yirtou sur le terrain khalla fi ar'ayn khalla fi ar'ayn rahom yusulu w yjulu w yqulu fi el blad sur et ce et c'est ils savent pertinemment belli yaoudi الحمد لله انه ما راهوش اله بيان كو شي سارتا بوتفليقه الى دوفوني اله يعني رانا شتنا سارتا مومون دوني دون سا كومباني الكتورال دو لا سا كاتريام مهزله كومون دي جون ديزي بلي بوتفليقه انا نفوتي عليه لو كان ترى تحت القبر رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعني الناس هادو والناس الخناشيش هادو اللي قالوا هاد الهضره باينين كيش دايرين باينين دو كوا ايل سون في باينين كيل سون لور موتيفاسيون ديريير اسكو راهم يبوطيو على بوتفليقه باسكو يبغيو الجزائر باسكو بوتفليقه خدم الجزائر باسكو لا بوتفليقه عطى مجال لوجوه السرحه باش يوليو مثلا مسؤولين يوليو دي ديبوتي يوليو دي زون بوليتيك يوليو دي زون بوبليك يوليو بوكو تشوز يعني يوليو دي زانفستيسور يوليو دي زوم دافير يوليو واش بيك دي سونتر دو ديسيزيون يوليو دي ديريكتور ريجيونو دي ديريكتور سونترو دي على تيت دو سيرتان سي با حصل ما كل من هب ودب يا جماعه اي دونك سي تو افي نورمال كو دروك اون سو روتروف جوستومون افيك ان بون نومبر دادبت دو بلافونتريزم يعني الناس اللي راها تمرد على البطون تاعها حاشاكم وحاشا قدركم واللي ما عندهمش مشكل يتمشاو والسروال هابط ما انه كان بروبلام باعوا عرضهم لبوتفليقة اي يلصاو بيرتينامون باللي مع عرضهم باعوا حتى الذمة تاعهم اي الكونسيدر ريالمون كو بوتفليقة اله وبالموت نتاع الاله نتاعهم راهم عارفين باللي الاجل نتاعهم الحق واش تا قول لي واش واحد اللي دافع على بوتفليقه الله يرحمك مازال ما شتي انا خنشوش يدافع على انسان خاين لقيط خاين بيه بالعرش نتاعه مازال ما شتي واحد في مستوى من النزاهة ولا مستوى من العلم ولا مستوى من الفكر ولا مستوى من لا يعني أعلاهم قيمة هو كبير حمير قبيلة بني حمير أعلاهم قيمة ترى من ذا الشيء ما كانش أني
Je viens juste pour dire à tous ces larbins, ces bâtards de la dernière minute, Billy, expliquez-nous, Allah yarham waldikoum, Allah l'adim, expliquez-nous comment quelqu'un lit depuis 99. ميلتيش 11 عام وست سنين قالت 17 عام كومون كيلكان دوبي 17 كي ا ديبونسي 1000 مليار دو دولار كيس كيلا في كيس كيلا ريالي هذا ربكم بوتفليقه اللي راكو تشاهدوا به و comme vous voyez انا جي توجور انترفوني ا فيزاج ديكوبر وكيما قال واحد لواحد كنت سمعتها جو نو تير با سور لي مور كي كان الكلب نتاع التوفيق اون بوزيسيون مو جو ديزي كو التوفيق كلب اي لا راس راه كلبه مام لو كان مانيش عارف واش ده هو مام لو كان يعبسوا عليه كي الجراده يبقى كلب عنديش مشكل توفيق بالنسبه ليا سي le premier criminel et le premier responsable du désastre il a كان هذا الكلاب الصاعره وصلت لهذا المستوى من 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 التغلغل parce c'est Toufiq celui qui a permis tout ça pour sauvegarder son ou avec Toufiq bien sûr sont venus بزاف عباد اللي كي اون تي بلاسي بار توفيق واللي راهم كانوا عادة جراو صغار دروك ولاو دي دوبرمان تاع بصح اي دونك اون لو دوموندرا انا جوسكا مام والله العظيم اقسم لك بالله الذي لا قسم الا به ما راني محبس غير فرقتني يقتلوني ولا يعدموني ولا حبسوني ولا ما نحبسش الأعمار بيد الله نصيبنا إلا ما كتبه الله لنا ما توقع et donc je continuerai à dénoncer les malfrats les traîtres et je continuerai à demander la vérité la stricte vérité sur le قتل والذبح والسفك ولي كريم contre l'humanité qui ont eu lieu en Algérie contre cette nation et ce peuple par l'ensemble des généraux les drouk ولاو جديده ولاو شراو النوبل فيرجينيتي ولاو دي سانت نيتوش احب من احب وكره تالي ما عجبه شي خنجوجي ربي سهل عليه ما يسمعش واش باغي نقول لك روحي اسمع اللي راهم يغيطوا الاخر مانيش عارف الفخاماتو هذا فخاماتو اللي يفهم كل شيء كل شيء مديور تحت رعايه سما الى ما كانش الرعايه نتاع احنا نموتوا نديروا والو ما عندناش دكاتره ما عندناش دي سبيسياليست لي شاكان il lui offre la chance de faire son boulot et de montrer ses capacités Tout ce qu'il fait, c'est mettre les bâtons dans les roues, mettre des incapables, des incompétents à la tête des structures pour ne permettre aucune émergence. Adi li yarfi dira. Adi hiya Bouteflika. Ou drouk. Mais quand je t'ai zibbel wahda, ça ra yzibbel alina, ma'alif. Wahna, on doit juste accepter ou chifna. الور كون برانسيب حالتنا هي اللي تشبنا حالة وليداتنا هي اللي تشبنا حالة السبيطارات نتاعنا هي اللي تشبنا حالة ليزيكول نتاعنا هي اللي تشبنا حالة ليزونيفرسيتي نتاعنا هي اللي تشبنا حالة الطرق نتاعنا هي اللي تشبنا حالة القفوة نتاعنا هي اللي تشبنا حالة المرضى نتاعنا هي اللي تشبنا وين الجزائري كيش ولا كي من هاك والله ما فهمت اش قلت لكم الى ديتروي لو تيسو سوسيال او سونس بروبر دو تيرم لا كونستيتيونت ليدونتيتي la racine même de l'Algérien si de l'qazm hada il l'a perverti c'est un spécialiste de la corruption il a tout corrompu c'est ce qu'il sait faire de mieux il blat kdeb sans pitié ayo ou khayn
خاين او سونس لارج دو تيرم، يعني خاين وجايب معاه كاع بلاد تاع الخيان، الى كوليكسيوني كاع الخيان كيما راهم، مينيستر برمي مينيستر، وين ما ديك لا كومبيتونس كانت الا شاسي بور نو ليسي بلاسكا لا راكاي، ويجيو الناس يغيطو ويزمروا ويطبلوا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فوالا دونك ما كيستيون بيرسيست، ردوا علينا ووريونا خناشيشكم، والله شوفوا هاد الناس اللي راهم تدافعوا برانسيب دافعوا، وريونا وجوهكم باش نعرفوكم، يعني بالك نتلاقاوكم في الطريق نخلصوا عليكم قهوه ولا ما نعرف شنو، تموتوا مع بوتفليقه ولا لا اله الا الله. هذا هو، السلام عليكم ورحمه الله.